جرايد القاهرة الصادرة بكرة مهتمة برضو بشكل كبير بقضية أو قرار النائب العام بخصوص قضية شيماء الصباغ. جريدة التحرير خدت زاوية مختلفة عن بقية الجرايد، اتكلمت عن أنه النائب العام يكذب محمد إبراهيم، ده كان عنوانها في الصحافة بكرة أو اللي هتشوفوه بكرة. بلاغ من ضمير مصر لمحاكمة وزير الداخلية السابق لاتهامه بالتضليل. الموضوع بخصوص أنه تصريحات وزير الداخلية السابق لما كان بيؤكد أنه ضباط الشرطة ما كانش معاهم خرطوش، فبالتالي مش هم المسؤولين عن قتل شيماء الصباغ. ده الموضوع الأبرز في جريدة التحرير بكرة. الوطن كانت أو يعني ركزت، اختارت عنوان مختلف وقالت النائب العام الإدانة للجميع، اتكلمت عن ازاي انه الجميع مدان، اللي قتل واللي شارك كمان في المظاهرة. وكمان عملت تحقيق الوطن بخصوص العدالة، كتبت قالت العدالة تنتصر للكلب وتتجاهل الشهداء، القضاء يحكم على قتلة ماكس بعد أيام من ذبحه وأرواح الشهداء لا تزال حائرة في ساحات المحاكم. ده التحقيق اللي هيكون موجود بكرة في جريدة الوطن. في اليوم السابع اختارت لا أحد فوق القانون، واتكلمت عن انه ازاي بالرغم من يعني تشككات البعض من انه حد هيحال او ان المسؤول سيحال للقضاء في هذا الموضوع وفي هذه القضية، الى انه لا، تم اثبات العكس وبالتالي لا احد فوق القانون. في اليوم السابع كمان نقلوا تصريحات للسيدة رقية السادات وهي ابنة رئيس الراحل أنور السادات، قالت عندي فيديو يكشف تورط مبارك في اغتيال السادات، مبارك زور التاريخ تاريخ والدي، ووالدي طلب مني تسجيل احتفالات أكتوبر لأن فيها مفاجآت وكان مقتنعا بوجود مخطط لاغتياله. دي تغطية اليوم السابع. كمان في جريدة الأهرام، ما أبرزتش قوي الموضوع، موضوع قرار النائب العام ذكرته كخبر، ولكنها ركزت أكتر على إطلاق البرنامج القومي للتنمية في الصعيد و3 مليار جنيه لمشروعات الشباب و5 ملايين فرصة عمل. دي أبرز المنشطات اللي حضراتكم هتشوفوها في صحافة بكرة، والأكيد هنتناولها مع حضراتكم بكرة بتفصيل أكتر. كمان في جريدة التحرير شفنا إزاي أنهم عاملين برضو ملف كبير عن التحرير، أول جريدة في العاصمة الجديدة قالت أنه الكيلو 60 طريق السويس لوحة إرشادية وأسوار حديدية وصحراء تنتظر التعمير وبدء رصف طريق يربط بين التجمع الخامس والعاصمة وارتفاع أسعار العقارات في بدر 30%. كمان السيسي يراجع إعلان المبادئ حول سد النهضة وإنهاء إضراب طلاب الجامعة الألمانية. نروح لأبرز الأخبار اللي احنا وقفنا عندها مع حضراتكم في الجولة النهاردة، ونروح لمشاكل التعليم. وواضح إن الفترة دي هنفضل نعرض أخبار كتير عن مشاكل التلاميذ والمدرسين اللي بقت حاضرة معانا كل يوم تقريبا، في الوقت اللي الدول التانية بتتكلم عن ازاي انها تطور سياسات التعليم، في الوقت اللي هي بتتكلم فيه عن تكريم لافضل المعلمين وازاي انها تواجه العنف وتواجه التطرف، احنا هنا بنتكلم في حاجه تانيه خالص. اول خبر معانا في اليوم السابع بيقول ان نيابه مركز كومومبو في محافظه اسوان فتحت تحقيق مع مدرس في مدرسة السادات الإعدادية في منطقة البيارة التابعة للإدارة التعليمية في كومومبو، وده بعد ما اتهم بالاعتداء بالضرب المبرح على تلميذ سنة تانية إعدادي كان متواجد في رحلة مدرسية في مدينة أسوان. كانت أسرة التلميذ محمود محمد محمود قدمت بلاغ لمركز شرطة كومومبو في محافظة أسوان، واتهمت فيه مدرس في المدرسة بالاعتداء بالضرب على ابنهم وقت ما كان بيشارك في رحلة مدرسية مع زملائه داخل حديقة بأسوان، ضربه بقبضة ايده على عينه وعلى راسه، وده تسبب في حدوث تجمع دموي
على العين بالإضافة لإصابته باشتباه ارتجاج في المخ. تم نقله للمستشفى العام علشان يتلقى العلاج. تاني خبر معانا يقول انه عامل حرر بلاغ اتهم فيه مدرس ابتدائي في قرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف بالمنوفية حاول انه يتعدى على بنته جنسيا داخل بيته. كان بيديها درس في مادة الرياضيات وقالت المجني عليها ان المتهم حاول انه يجردها من ملابسها وانه يضع يده عليها، فهربت بلغت اسرتها باللي حصل، فتم تشكيل فريق وفريق بحث جنائي ووضع اكمنه ثابته ومتحركه وتم ضبط المتهم. بمواجهته انكر ما نسب اليه وتحرر المحضر بالواقع ووصلت النيابه علشان تحقق ووصلت كمان تحقيقاتها. في اليوم السابع كمان اكد مصدر مسؤول في مركز الاعلام الامني في وزاره الداخليه ان مدرسه في محافظه سوهاج عملت صفحه تحريضيه على موقع الفيسبوك فيها منشورات تحريضيه على ارتكاب اعمال العنف وخطه لافشال المؤتمر الاقتصادي. تم اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه وضبطت المدرسه المتهمه اللي اعترفت انها انشات الصفحه بناء على تكليف من الاخواني احمد العربي المذيع في قناه الشرق التابعه لجماعه الاخوان واللي هو هارب حاليا في تركيا. قررت النيابه العامه انها تحبسها 15 يوم على ذمه التحقيقات. اخر خبر في الملف الغريب ده منشور في جريده الوطن وبيقول ان نيابه اسم تاني طنطا فتحت التحقيق مع مدرس في مدرسه خاصه للغات في طنطا بعد ما تعدى على طالب في الصف الثالث ثانوي. اعتدى عليه بالضرب وقص كمان جزء من شعره القابا ليه بعد ما جاب 12 من 20 في امتحان الفلسفه الا اجراء المدرس للطلاب اللي بياخدوا عنده درس خصوصي. من ناحيه تانية قال احمد فكري وكيل وزاره التربيه والتعليم بالغربيه ان المدرس المذكور حاصل على اجازه بدون مرتب بقاله 4 سنين وان الواقعه تمت خارج المدرسه وبالتالي فالمديريه مش طرف فيها. اما جمال الهنداوي مدير المدرسه فقال ان الواقعه لم تحدث داخل المدرسه وبالتالي فالمدرسه ملهاش علاقه بالواقع، وقال ان المدرس بيمارس عمله في الدروس الخصوصيه من سنوات ويتفرغ بشكل كامل للعمل فيها. يعني احنا دلوقتي عندنا مشكله مش بس ان الدروس الخصوصيه بتهدر يعني اموال وطاقه اولياء الامور وبتخلي ان المدرسين يستغلوا الاباء ويستغلوا الطلبه، لا احنا كمان دلوقتي بنتفرج على انه ازاي المدرسين لو هم واخدين اجازه بدون مرتب علشان يتفرغوا للدروس الخصوصيه اللي بالمناسبه ما بتضيفش اي حاجه للطالب المصري كمان خارج المحاسبه لان هو واخد اجازه بدون مرتب فازاي هيتم محاسبته. الحاجه الثانيه ان الاخبار اللي احنا عرضناها على حضراتكم دي فيها خبرين بيتعلقوا بدروس خصوصيه، مدرس يقرر ان هو يعتدي على طالبة عنده بتاخد عنده درس، والخبر التاني بيتكلم عن راجل قرر ان هو يعاقب الطالب اللي عنده بهذا الشكل العنيف. الحاجة التالتة انه اخبار العنف اللي بيمارسها المدرسين حسب الاربع اخبار اللي احنا عرضناهم على حضراتكم دلوقتي بتورينا ازاي انه في مشكلة نفسية عند المدرسين او بعض المدرسين، انه بالرغم من كل الاخبار اللي بتتكلم في الايام اللي فاتت عن ناس او مثلا كان اخرهم الحادثة اللي الطالب فيها مات بعد ما مدرسه ضربه الا انه العنف مستمر. فاحنا مش فاهمين هل هنفضل مستنيين لحد ما الطلبة والولاد يروحوا المدرسة وبدل ما يتعلموا يرجعوا مضروبين او يرجعوا محتاجين علاج او يرجعوا لا قدر الله جثث. موضوع محتاج التركيز عليه والاهتمام بيه، وخاصة انه التعليم هو الاساس، هو الاساس اللي على اساسه ممكن نحل كل المشاكل التانية. نسيب اخبار التعليم ونروح لبقية اخبارنا النهاردة، مفترض ان دي كانت اخبار تخص التعليم. المصري اليوم عملت مواجهة بين طرفين من القضاء المؤيدين والمعارضين لقرار احالة 41 قاضي للمعاش بسبب انهم وقعوا على بيان رابعه اثناء اعتصام انصار الرئيس المعزول محمد مرسي. القاضي حسام مكاوي احد الموقعين على البيان واللي احيل للمعاش في القرار الصادر من التفتيش القضائي، قال انه ما كانش يعرف بامر قراءه البيان في رابعه العدويه، خاصه انه له مواقف معلنه
من حركة قضاة من أجل مصر المعروفة بانتمائها لتنظيم الإخوان، وصلت لدرجة أنه قدم بلاغ ضد أحد أعضائها بيتهمه بتقاضي أموال من قناة الجزيرة مقابل الظهور على شاشتها. رفض مكاوي كل الاتهامات الموجهة لي، واعتبر أن اللي حصل مذبحة جديدة للقضاء، وأكد أن البيان اللي أصدره أو اللي أصدروه بتاريخ 22 يوليو 2013 ما شاركش في التوقيع عليه أي قاضي بينتمي للإخوان، وإنهم طلبوا وقتها بس بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة دعما للديمقراطية. أما المستشار رواد حما المتحدث باسم اللجنة القانونية للدفاع عن القضاء واللي أدبت بلاغ ضد القضاء الموقعين على بيان ربع العدوية، فقال إن القاضي اللي قرر إحالتهم للمعاش استعمل الرأفة مع بعضهم، وأضاف إنه بعض القضاة دول شاركوا الإخوان في ارتكاب جرائم التحريض على العنف، وأكد إن اللجنة هتقدم بلاغات ضد أي قاضي بيعمل بالسياسة حتى لو كان بيؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الخبر اللي بعد كده عن الجولة الجديدة اللي بتخوضها النقابات المهنية مع الجامعات بشكل عام والكليات الخاصة بشكل خاص بعد رفضها قبول قيد الطلاب اللي لم تنطبق عليهم قواعد المجلس الأعلى للجامعات للدراسة في كليات الطب والهندسة الخاصة، خاصة فيما يتعلق بالمجموع في الثانوية العامة. نقابة الصيادلة جت في المرتبة الأولى بين النقابات المتضررة من زيادة أعداد الطلاب، علشان كده لجأ الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة إنه يبعت عدة إنذارات رسمية للدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي والدكتور أشرف حاتم رئيس المجلس الأعلى للجامعات إضافة لعمداء بعض الكليات الخاصة، وقال في الإنذارات دي إنها لن تقبل قيد خريجي الجامعات الخاصة اللي لم يحصلوا على مجموع في الثانوية العامة يكافئ تنسيق قبول مثيلتها بالحكومة أو بفارق لا يتجاوز 5%. كمان قال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين إن أعداد خريجي التعليم الهندسي أصبحت من أكبر الأزمات اللي بتواجه النقابة، وقال إن عدد الجامعات والمعاهد الخاصة وصل ل 48 بتخرج سنويا حوالي 25,000 طالب مقابل 10,000 من التعليم الحكومي، يعني كلهم على بعض 35,000 طالب سنويا بياخدوا بكالوريوس الهندسة تتسبب في ارتفاع نسبة البطالة بين المهندسين. قال إن براوي في تصريحات لليوم السابع إنه في حالة عدم التزام المعاهد والكليات بالمعايير اللي حددها المجلس مش هيتم الاعتراف بخريجيها أو إعطائهم كارنيه مزاولة المهنة. خبر مهم جدا وبيفتح برضو يعني ملف إنه إزاي بيتم فعلا تخريج ناس كتير، وإن إحنا بنبقى فرحانين بوجود كليات كتير، ولكن يبدو أن الكليات ما بتلتزمش باللائحة بأنها عادي أي حد هيدفع فلوس بيدخل. كمان مفيش مراعاة لسوق العمل محتاج إيه، بيتم عندنا 35,000 مهندس معاه بكالوريوس ولكنهم كل سنة ولكنهم مش لاقيين شغل محتاجين، يعني وهو خبر برضو مرتبط بالتعليم، يمكن دي تكون قضية بجد بقى ليها علاقة بالتعليم غير الأخبار التانية اللي هي اسمها إنها ليها علاقة بالتعليم، ويعني وكان نفسنا ان احنا تبقى بتناقش قضيه غير ان احنا نجيبها من اخبار الحوادث. موضوع مهم ان احنا نعيد فكره سوق العمل محتاج ايه ونبتدي نتجه له، يعني نوجه طلابنا ونوجه تلاميذنا ونوجه ولادنا لان هو اللي سوق العمل محتاجه، مش الفكره بس ان انا يكون معايا بكالوريوس او معايا ليسانس وما بعملش بيه حاجه واعلقه على الحيطه ان انا خدت الشهاده وبعدين بعد كده قاعد على القهوه مش لاقي شغل. اخر خبر معانا من نوعيه الاخبار اللي تخليك ان انت تفتح بقك تبرق عينيك وتبقى مش عارف تضحك ولا تعيط. خبر منشور في الوطن بيقول ان كليه العلوم في جامعه اسكندريه كافئت احمد محمد توني طالب في الفرقه الثانيه قسم كيمياء، كافئته بايه؟ كافئته بخمسه جنيه بعد ما حصل على المركز الثالث في مسابقه الجودو على مستوى الجامعه. قال توني في تصريحات للوطن ان البطوله اقيمت من شهرين لكن رعايه الشباب الكليه ما صرفتش المكافئات مكافئات التفوق الرياضي الا امبارح، وانه حصلت له حاله ضحك هستيريه بعد ما عرف ان مكافاه المركز الثالث 5 جنيه، وخاصه ان بدله الجودو لوحدها ثمنها 1500 جنيه. قال احمد توني ان صاحب المركز الاول حصل على 15 جنيه
والمركز التاني فكان 10 جنيه. مبالغ يعني مبالغ كبيرة فعلا بتحفز على ان الطلبة يبقوا عايزين يتفوقوا رياضيا. ممكن نربط ده بالخبر اللي عرضناه على حضراتكم امبارح عن صرف 100 جنيه للمتضررين من حادث سقوط منزل. وهتسألوا نفسكم ساعتها واحنا سنة كام بالظبط؟ سؤال محتاجين نعرف اجابته. 100 جنيه و5 جنيه و10 جنيه. بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم جولتنا في الصحافة اليوم.